FM. الكلمة ليك. 17 رمضان عنده دلالة كبيرة، زوز تواريخ مهمة، الأولى منها هي غزوة بدر، والتاريخ الثاني هو اغتيال الإمام علي. نسمعوا الإكستري هذا من فيلم الرسالة ومن بعد نرجع نحكي أكثر. أخرجوا إلينا شجعانكم، من أنتم يا محمد؟ أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. ارجو، أخي شيبة وورد الوريد وعلى، انتظر أنت. عبيدة، وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. نجم نقولوا أول المعارك اللي كان انتصر فيها الجيش المسلمين، الدلالة التاريخية، ونجم نقول كانت هذه عندها المعركة هذه تأثير واضح على تاريخ الإسلام في تونس وانتشار الإسلام في تونس في العالم. تونس مازالت مازالت نور الله. لا، معركة بدر معركة رمزية، عندها قيمة رمزية كبيرة، هي أنه الإسلام كان مهددا. قريش قررت القضاء على محمد عليه السلام وعلى المجموعة الصغيرة من المسلمين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة واللي كانوا محاصرين. قريش عبأت كل قواها. حتى تفكروا اللي وقت الناس شوية رغم نادي مثلاً مش بالألاف، وعاقبت كل من اتبع محمد عليه السلام يعني، وتابعتهم وقتلتهم يعني، وكانوا بصفة منهجية. اللي ردت الفعل متاحهم منين جات من الجيريا اللي عملوها المسلمين، معناها اللي ضرب مصالح قريش التجارية، يهاجمونها في القوافل متاحهم باش يوقفوا يعني الحركة التجارية اللي ماشية لمكة من طريق المدينة. المهم في المعركة هذه هي أنه يعني القوة الروحية الجديدة اللي ساكنة أرواح المجاهدين المسلمين حول الرسول الكريم، يعني كانت قوة غير مجهولة، مش موجودة قبل، معنا مثلا السابقة للقوة هذه. فجيش قريش كان ثلاثة أضعاف الوحدات القتالية الإسلامية وقتها، يعني 300 تقريبا مع الرسول الكريم وألف من قريش وفرسان، 100 الفرسان وغيرها وغيرها، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كما يقال يعني. وكان الانتصار إلى جانب المسلمين، معناها في المواجهة هذيك، وكانت انذار لقريش، انذار كبير، تحذير أن القوة الصاعدة هذه، القوة الجديدة اللي ما يعرفوهاش، ما هوش مستنسين بها. قريش قوية جدا، هي تسود الجزيرة العربية، معنى تسود طريق القوافل وتسود إلى حتى اليمن، إلى حتى الهلال الخصيب في الشام إلى آخره. عمرها ما شافت قوة يعني قتالية تتصدى لقوة قريش. القوة القتالية هذه كانت زادة من أهم القادة متاحها، هو علي ابن أبي طالب ابن عم الرسول، اللي كيما اليوم 17 رمضان 40 للهجرة كان تم نجم الاعتداء عليه بسيف مسموم. الاعتداء هذا أدى إلى وفاته بعد 3 أو 4 أيام تقريبا. وكان ذلك في أوج الفتنة الكبرى، أوج الفتنة التي مزقت أوصال الإسلام وفي فجره. يعني نعرف بعد وفاة الرسول الكريم عليه السلام يعني جاءت فترة التأسيس مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول، اللي قام ضده حرب الردة،
والتي انتصر فيها وانتصر فيها انتصرت فيها الدولة على المرتدين بمقالة واحدة من أبلغ مقال أبو بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. وانتصر أبو بكر وهو في الثمانين من عمره، وهو أبو عائشة زوجة الرسول المحبوبة. وجاء من بعده عمر بن الخطاب الذي وسع في مملكة الإسلام وسار حتى القدس وفتحها مع احترام كل الديانات، وهذه رسالة أبدية وأزلية للإسلام الإنساني بتاع الخليفة عمر بن الخطاب. دخل يعني من جملة من جملة التفاصيل، دخل وهو راجل يمشي على سقيه وعبده الأسود على الناقة، على ظهر الناقة، لأنه كان في فترة الراحة متاعه يعني. ودخل ولم يصلي في أي مكان إلا في خارج، قال: لو صليت في كنيس يهودي أو في كنيسة لاتبعوني، ويعني منعوا اليهود والمسيحيين من الصلاة. والقدس يعني معروفة الكلها مساجد والكلها كنائس وكلها يعني أعطى مثال في سماحة الإسلام. قتل وهو نائم، قال له المقالة، كان علي يفترش الأرض متقشف جدا زاهد في الدنيا، فقتل وهو نائم. ومر أحدهم عليه وهو نائم يستريح فقال: عدلت فنمت وأمنت. لكن في يوم من الأيام لم يأمن من القتل، يعني في تلك الأخلاق الوحشية الهمجية التي كانت موجودة. وخلفه عثمان بن عفان الذي قتل بدوره، وعثمان بن عفان كان هو رئيس بنو أمية القبيلة الكبرى في قريش، ثم قتل وهو يقرأ القرآن ومنع من الدفن في مقبرة البقيع. يعني صفحات الفتنة هذه يجب أن يعرفها الشباب حتى يعني حتى يفكر فيها، يعتبر منها كيف يمكن أن نحرف الإسلام إلى أن نخلق حروبا داخلية وأهلية بين المسلمين. بعد خلف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يعني عثمان بن عفان، وقاد الدولة الإسلامية، وكان إنسانا عاقلا مثقفا متحضرا نحويا يعني، وكان سيد اللغة العربية في عصره، وكان سيد الرياضيات، كان مولعا بالرياضيات وبعلوم الحساب وكذا. ولكن وجد أمامه ابن الكافر الأكبر في الجاهلية، ابن بني سفيان، معاوية ابن بني سفيان، الذي وجد ذريعة لفتح باب الفتنة، وهو معاقبة قتلة الخليفة عثمان بن عفان، يعني وهي تعلى يعني عملها مطية للوصول إلى بيت القصيد، ألا وهو الوصول للحكم. هو كان والي الشام، كان في دمشق، وقد اختار الشام لأنها في الهلال الخصيب، يعني الحياة فيها رغدة وحياة جميلة ومريحة، ما هيش في الصحراء، معناها في الصحراء متاع الحجاز، في صحراء المدينة. وكان يعني ينزع إلى الحياة البيزنطية، إلى نمط الحياة البيزنطية المترفهة، وكان علي يرفض ذلك. فواجهه علي كما واجه الخوارج، كما واجه كل من أراد تشتيت صفوف الإسلام والمسلمين. وفي أوج تلك المواجهة يعني جاء القاتل ابن ملجم بسيف مسموم وضرب عليا وهو داخل إلى صلاة الفجر في النجف وفي العراق يعني. ومات علي بعد 3 أيام من الاحتضار، وخلفه ابنه الحسن بن علي. هذا شيء غير معروف، الخليفة يعني ابنه الحسن بن علي وهو ابن فاطمة وهو أخو الحسين أمير المسلمين كما يقال، يعني خلفه الحسن لمدة 6 أشهر. لكن الحسن كان إنسانا مسالما، كان إنسانا يعني يبحث عن السلم بين المسلمين، فمنعا لإراقة دماء المسلمين والتناحر تنازل عن الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان يعني، وترك الحكم إلى معاوية. لكن مقتل علي كان زلزالا بين المسلمين، نظرا لما يتمتع به من شعبية من محبة، حتى أن الناس تشيعوا له،
يعني أصبح شيعة علي بأعداد وافرة بالآلاف تشيع له، يعني يعني قالوا نحن مع علي من أنصار علي ولن نتنازل عنه ولن نلتحق بركب معاوية، المعاوية الذي كفروه، قالوا معاوية شق عصا الطاعة في وجه خليفة رسول الله علي بن أبي طالب، فلن نتبع معاوية ولن نتبع الأمويين. فأصبحت جفوة ولات يعني قطيعة كاملة تاريخية نراها إلى حد الآن بين السنة والشيعة. والشيعة شيعة علي، هي الكلمة الشيعة مش مذهب ولكن لا لا، شيعة علي يعني الذين يرون أن علي هو الخليفة الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كاب أف إم، الكلمة ليك.